المناسبات يجب على الإنسان أن يساهم للمساهمة في تأطير الشباب، توعية الشباب، وإعطائهم الوسائل التحليلية التي تمكنهم من المشاركة في السياسة والمشاركة في تدبير الشأن العام، ولكن بكيفية علمية بناءة بعيدة عن الممارسات السياسوية. وهذا إطار مهم نظرا لأنك تحضر شرائح شبابية لا بأس بها، ويمكن الإنسان الذي يفكر والفاعل السياسي بأن يمرر بعض الرسائل التي تساعد على تأطير هذا الشباب نحو مستقبل، بناء مستقبل واعد في مستوى طموحاتهم.